يا نصيبتي السودا، هو في ايه يا خال؟ وانا من ساعه ما خرجت من السجن وانت واخدني فحت رد، كل شويه عمال تجيب في بلاوي وترمي على امي، ده عين واكسه السودا اللي انا فيها دي. قلت لي افتحي المحل يا كوره، افتحي محل امك يا كوره، قلت لك حاضر يا خال، قلت لي خدي خالتك وراعيها، قلت لك حاضر ايه؟ دلوقتي جايب لي واحده هربانه وعليها حكم وتقول لي تويها، ده بتاع ان شاء الله. اسكتي بعد اذنك يا سودا، هي وقفه النار على رجليها تعبانه عصبت على رجليها بره، تعالي تعالي. ريحي هنا ريحي هنا، هتفضحيني ولا ايه؟ ريحنا. بقول لك الهانه من الجوه ديت، انا شغال عنديها وخيرها عليا، وجزها ناصب عليها ورافع عليها قضيه واعره قوي، وانا لازم اقف جنبيها. خيرها عليك انت. تقف بقى جنبيها، تقف جنبيها، انا ماليش فيه. بقول لك ايه، انت خالي لكن تجيب لي نصيبه معرفه. لا نصيبه ولا ما نصيبهاش، هي هتقعد معاكي ومفيش حد يعرف انها هنا واصل، ولو حصل منها اي مشاكل ليكي انزحها في اي مكان. طب وعلينا بايمان ده؟ ما انزحها من الاول خالص، احنا ناقصين نصايب. هديكم البوكس والله يا كوريا. بقول لك ايه، لا تقعد معك هلتك سندس، بدل ما سندس كل شويه تنط من البلكونه وتروح تجيبيها من كل حته. يا نصيبتي السودا، تقعد مع مين؟ سندس؟ انت عايز تقلب لي بيت جبلايه من كل لون يا بطيستا؟ ثم البيت دي ولا لينا فيها ايه عشان نتويها ونشيل طارق؟ يا بنت طلعت مينا، وعهد الله بالبوكس في وشك. هتدفع لك ايجار الاوضه، اجمعي فلوس، فلوس التنكيس عشان تديها للمعفن الجزار اللي اسمه سلومه ده، بدل ما يطردك انت وخالتك برا البيت. وهي دي لو حلتها فلوس كانت جت قعدت هنا، دي شكلها عدمانه وبتكح دي. بقول لك يا خال، دي شكلها طمعانه. هتبلط في ام الشقه ويبقى وضع يد، زي اللي بنسمع عنه في التلفزيون. اسمع اللي بقول لك عليه يا خال، انا عارفه الاشكال دي كويس، دي طمعانه. ايوه، تصدقي طمعانه؟ طمعانه في ازازه الزيت اللي موجوده عندك على الرف جوه. ولا قلم الحواجب؟ ايه عبيطه طمعانه فيه؟ الهانم دي معاها فلوس تشتري بطن البقره مين؟ ده تشتري كل البقره اللي في السوق. ايه دي؟ يلا بينا تعالي. خديها تحت باطك. لا ما اتفقناش على انجازه كمان يا خال، وانا عشان اثبت انها قريبتي لازم يعني الزق خدي في خدها ببص عم بقع. بقول لك ايه، عشان اهل الحاره يصدقوا بدل ما ينكشوا ورانا ويعرفوا اصلها ومش اصلها. يلا حلو كده؟ اهو بالراحه. الله ينور عليك، الله ينور. يا عم شكري، يا كوريا راحوا فين؟ ده هيمه. ازيك يا هيمه؟ جمالات بنت خالتي. نعم يا اختي. ده هيمه خطيب، هنتجوز عن قريب ان شاء الله. هاي نايس تو ميت يو. مين؟ يلا بقى عشان يا دوب كده. يلا ازيك هيمه؟ شتمت ولا لا؟ اه يا بيج يا مشاط يا جرجير. بس يا كوريا ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا موسو؟ القمر دي يا اختي. دي جمالات بنت خالتي، عندها ظروف كده فهتقعد معانا كام يوم يعني. انهين فيهو؟ ايه؟ خالتها المبروكه الله يرحمها اللي ماتت في البلد. ايوه امك الله يرحمها كانت بتحكي لي عليها زمان، انا ما شفتهاش غير مره واحده بس، زمان زمان قوي. يا اختي بطني البقره نورت والله، وان ما شالتكيش الارض نشيلك فوق دماغتنا، ان شاء الله الظروف كده تبقى كويسه يعني وتبقى خير يعني. ميرسي متشكره قوي يا تامر. والله العظيم يا دوب كده. يا دوب. الحمد لله على السلامه. الله يخليك، السلام عليكم. مين دي يا خالت؟ انا عارفه يا اختي، قال بتقول بنت خالتها بس بنت حته قشطه والله، بس بتورته. ادخلي ادخلي، بسم الله الرحمن الرحيم، برجلك اليمين افرجك بقى على الشقه زي ما انت شايفه كده، حاجه برحه هواها بحري، شبابيكها دول بيطلوا على الحاره عدل. وشوفي بسم الله ما شاء الله، الكنب كنب زين، قعدته مريحه تمام، اسمه كنب اسطنبول يا ست هانم. حضرتك لو زرت قلعه محمد علي هتلاقيها كلها مفروشه كنب اسطنبولي. محمد علي ده كان راجل زين، كان ايامها بيستورد حاجتين، الكنب الاسطنبولي والجبنه الاسطنبولي. تعال تعال افرجك على الطقم ده، شفتي؟ طقم ده زين، ده طقم اثري، مفيش منه الا اثنين، واحد ولع وده فاضل عندينا اهو. تعال تعالي بص عليه، تعالي خشي اقعدي ريحي اقعدي. متشكرة أوي، شكرا. خلاص مش مهم، بعدين نشوف. تعالي بقى أفرجك على دورة المية. دورة المية ديت زينة، هواها بحري ويرد الروح. تعالي قولها، تعالي اتفضلي 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 يا هاني. شفتي بقى حاجة عظمة وقاعدة مريحة على الآخر. خلاص ما تقعديش ما تقعديش، تعال افرجك على اوضه النوم. مالك في ايه؟ خلاص حاجه جميله والله. تعالي اتفضلي اتفضلي يا هانم اتفضلي اتفضلي. طب انت بتدعي ايه؟ انت
خشي اتفضلي يا انا اتفضلي. ما شاء الله عليك يا كوريا، كوريا بنت اختي ديت بنت زين، شايفه مرتب الاوضه ازاي ومنظفاها. صدقي بالله دي ما تلاقيهاش في اللقندة صفر نصها. يا مامي مين مين ده؟ مامك مامك ده مين يا اختي؟ ده ابويا الله يرحمه الحاج بقاطع بوهي. هو اي نعم يعني ما خرجش عمره برا البلد، لكن الناس كلها اللي تشوفه كانت تقول له حاج، وبعدين دايما الناس راحت الكعبه ورجعت من هناك وقالت شفناه هناك، وكان معاه دايما ميه زمزم جراكن كده كان يوصي عليها ويستبرك بيها. الله يرحمه كان راجل برك من اهل الخطوه. خطوه ايه وشافوه ايه؟ ايه التخلف اللي انت بتقوليه ده؟ الصوره دي تتشال من هنا دلوقتي حالا، وانا لو اتنازلت ووافقت ان انا اقعد في المكان الحقير ده مش هبات انا والراجل ابو خطوات في اوضه واحده عمري. نعم يا اختي انت بتتعوجي على ايه؟ انت عايزاني اشيل صوره ابويا عشانك انت يا معوجه يا معيوبه يا ساقط الحريم؟ ليه ان شاء الله؟ الصوره دي بقى لها 40 سنه محطوطه كده اهو في مكانها كده اهو زي ما هو، ابويا وامي ناموا تحتيها وماتوا تحتيها. على الفرشه اللي انت هتنامي عليها دي ايه؟ تيجي انت دلوقتي وتقولي لي اشيلها؟ تبتعد ان شاء الله. بقول لك يا خال اسحب البتاعه اللي انت جايبها لنا دي معاك، هي هتتني وتتفرد علينا ولا ايه؟ شكري ماشيني من هنا دلوقتي حالا. في داهية ياللي ناقص يزرعوك تحت السرير يا ملالع في ليبيا وتونس. اديني تلات ربط جرجير. جرجير؟ حاضر يا حبيبتي والله عليك. خدي يا قلبي تلات ربط جرجير زي العسل هم. خدي يا قلبي. ازيك يا بنتي يا نوال عامله ايه؟ هعمل ايه يعني؟ اهو انا زي ما انا يا اختي. كل يوم تاخدي مني جرجير؟ مفيش حاجه كده ولا كده يعني؟ مش هنشيل لكم عيل ولا سيل؟ دي حاجات بتاعت ربنا يا موسوك. ايوه يا حبيبتي بتاعت ربنا، ربنا يفرحك بفرعك يا رب. ايه يا حبيبتي واقفه مستنيه ليكي بقى ولا حاجه؟ بقول لك ايه؟ نعم. هي مين الوليه اللي جت مع البت كوريا دي؟ هي بتقول واحده قريبتها من البلد يعني، بس عندها ظروف. ظروف ايه يا اختي؟ واحنا مالنا؟ ده الخلقة للخالق. أها بس استني عليا بقى ساعتين زمن والرجل تهدى في الشارع وأنا هجيب لك قرار أمها. استهدوا بالله يا جماعة، إحنا دلوق اتكتبنا على بطايق بعضينا، يعني هنروح من بعضينا فين؟ خلصت خلاص. بعدين عايز أقول لك على حاجة مهمة أوي يا ست هايدي. هايدي دي بخ، هايدي دي بح، هايدي دي راحت في الوباء، دلوقت باسمك جمالات. جمالات فاهمة؟ جمالات دي بقى كوريا بنت خالتك نبوية المبروكة، كانت متجوزة راجل خليجي كبير في السن أم كحكح، بعد ما مات أولاده بقى كلوا ورثها ورجعوها على مصر، يعني خدوها لحم ورموها عظم. فهمتي؟ ماشي. وهي جيلينا جولي بقى محكوم عليها بدين ان شاء الله. مين؟ تفضل هذه المتعلمه بتاعه المدارس. امال بتتعوجي عليا يا اختي من الصبح؟ جيلينا جولي دي الممثله الاجنبيه اللي بقى عامل كده اهو زي القنصه كده اهو. مش عارفه جيلينا جولي؟ جولي؟ مش عاوزين نجيب سيره الناس، خلينا في مشكلتنا. ست هايدي دي ست جمالات دي ست نظيفه وعفيفه وسمعتها كيف البفتة البيضة. أي نعم عليها قضية ولسه ما تحكمش فيها، وبعون الله مش هتاخد حكم. ما أصل اللي زي دي تهف 50 مليون أخضر هي وجوزها وما تاخدش حكم، إنما أنا أقول بس كلمة حق وما رضاش بالذل تتلفقلي تهمة وترمي في السجن، صح؟ ما هي دي بلدنا. أمال عالمها أبيض وأحمر وأسود ليه؟ ما عشان ناس عايشة في البياض اللي ما بتوسخش، وناس طافحة الدم، وناس قايمة نايمة في السواق.